إذا كانت حاملاً للفقهاء في قسمة الميراث طرق، المالكية عندهم لا يقسم الميراث بل ينتظر بهذا الجنين الذي هو في بطن أمه حتى تضعه، فإن وضعته عرفنا هل هو ذكر أو أنثى، وهل هو واحد أو متعدد. ما إذن لا يقسم الميراث بل يحجب الميراث عن الجميع، نعم، حتى يتبين أمر هذا الجنين بعد وضعه. هذا ما يراه المالكية. وبعض العلماء يرون أنه يؤخذ بالاحتياط، بعض العلماء عندهم يحفظ ويحتفظ لهذا الجنين بحصة ذكر، وبعضهم يعني يحتفظ للجنين بحصة ذكرين، وهكذا المسألة مختلفة. لكن الحيطة تقتضي ما عليه المالكية، حيث ينتظرون وضعه حتى تتبين حقيقته. فتارة يولد ميتا لا ميراث له، وتارة يولد فردا وهو ذكر، فنعرف كم يأخذ. وكذلك إذا وضعت أنثى، وإذا وضعته متعددا، فيتبين بعد الوضع حصته الحقيقية. والله أعلم.